واحد الله فيديو خاص واحد مسجد تيوقع لي نسوف الاسم ديالو اذا كان مصايبو شي سعودي كيشبه لك اللي كاين في طريق بوسكوره كان هذا السوق القديم. اول مره نكتشف هذا المسجد نشوف الداخل ديالو كيدير شفت الصفحه ديالو الاسم اللي مسمينو لقيت مولاي عبد الله ولا كتشوف هذا هو المسجد. اول مره غنصلي فيه تبان لي كبير نواحي بوسكوره حتى هو تسميت نواحي بوسكوره كتشوف المسجد حتى هو شوفوا الاسم ديالو كيدير من اكبر المساجد اللي في المغرب غيكون هاد المساحه ديالو كيما شفتو الاسم ديالو كيدير من اكبر المساجد اللي كاينه بوسكوره مسجد كبير هذا الاسم ديالو كيدير وسميتو مسجد مسجد الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود تم بناؤه من المسجد المقبول الله بن عبد العزيز 1984 شوفوا كيفاش الداخل ديالو كيدير نصلي فيه ان شاء الله العصر كيفاش هو المسجد كيدير تبارك الله من اكبر المساجد نصليو ان شاء الله في الدخله ديالو كاين شحال من باب فيه أكبر المساجد في المغرب تبارك الله تبارك الله مسجد كبير جدا تبارك الله صباح